اسمي محمد القاق ومدونتي اسمها خبيزة، ومهنتي في الحياة فيجوال ارتست او فنان بصري. كنت عم بدور على اسم يكون مميز وبيحكي او بيعبر عن مدونتي، فامي الله يخليها بتحب كتير فوائد الغذاء الطبيعي، فكانت تحكي عن الأغذية الطبيعية، الميرامية بتعمل هيك وهي بتسوي هيك، فوصلت للخبيزة وحكت إنها غذاء الفقراء ودواء الأغنياء، فحبيت كتير الجملة هاي. يعني عرفت قديش ببساطة الورقة الخبيزة إلا إنه محتواها كتير عميق، وأنا هذا كل الشيء اللي كنت عم بحاول أفكر فيه. بدأت تدوين بعد متابعة أو بعد فترة متابعة لمدونات عربية وعالمية، واكتشفت إنه أو راهنت إنه التدوين رح يكون وسيلة إعلام بديلة. والسبب الثاني إني ليش بلشت تدوين، لأنه حسيت إني لازم يكون في إلي مساحة أعبر فيها عن الأفكار تبعتي وأسلط الضوء على أشياء الإعلام التقليدي قد يكون حرمنا منها. يعني يمكن أكتر مشكلة بتواجه المدونين بشكل عام، طبعا هو حسب نوع التدوين، يعني حسب أنا بدون عن شو، إلا أنه بتخيل في الوطن العربي بشكل خاص الرقابة الذاتية هي أكتر مشكلة بواجهها المدونين، لأنه أو يعني زي ما بسموها self censorship، دائما ما بعرف شو بدي أدون وإيش بدي أحكي، يعني لوين بدي أوصل في التدوينات، خاصة إذا كنا بنحكي عن العالم السياسي. ويمكن من أكثر المشاكل كمان بواجهها المدونين، أنا بعتبرها تحدي مش مشكلة، هو الهجوم اللي قد يحدث بعض الأحيان من الناس بمجرد مناقشة موضوع معين مثلا بخص المجتمع المحيط حوالينا، فيمكن هاي أكثر إشي أو أكثر تحدي ممكن يواجهه. يعني بدي محتوى بسيط مالتي ميديا، بتلفزيون عم بصور أحداث ثقافية وفن بديل، محتوى بسيط بشكل عام، إلى أنه الهدف فيه تغيير الأنماط الاجتماعية والأنماط الفنية اللي تعامل حوالينا، لأنه أنا كنت كتير ضد وما زلت طبعا ضد الفن التجاري بشكل عام.